Beaucoup de gens avaient suivi le roi. الأسبوع الواقع ما بين 15 صفر و 23 صفر من عام 1376 اتجهت الأنظار في جميع أنحاء العالم نحو المملكة العربية السعودية. في هذا الأسبوع الحافل بالأحداث استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك سعود بن عبد العزيز عاهل المملكة العربية السعودية قادة ثلاث دول عربية ورئيس وزراء الهند، كما عقد معهم اجتماعات كان لها أكبر الأثر ليس في الشرق الأوسط فقط وإنما في جميع أنحاء العالم أيضا. وكان أول الزوار الكرام حضرة صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني عاهل العراق، وتبعه حضرة صاحب الفخامة السيد شكري القوتلي رئيس الجمهورية السورية. وبعد ذلك بساعات وصل سيادة الرئيس جمال عبد الناصر رئيس جمهورية مصر، ومن الشرق جاء رئيس وزراء الهند الباندت جواهر لال نهرو. أما موقع هذه الاجتماعات فكان مدينتي الدمام والرياض، في هاتين المدينتين العربيتين الناهضتين. وخلال الأسبوع الواقع ما بين 15 صفر و 23 صفر من عام 1376 كانت تسطر صفحة جديدة من التاريخ. الدمام عاصمة المقاطعة الشرقية تلبس أجمل حلة من الزينة. في هذا اليوم الواقع في 15 صفر لعام 1376 وصل من الرياض حضرة صاحب الجلالة الملك سعود المعظم. إن سلسلة من الحوادث البالغة الأهمية على وشك الوقوع. صاحب الجلالة الملك سعود وبصحبته صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي عهد المملكة وعدد كبير من أفراد العائلة المالكة يستعدون لاستقبال الضيف الملكي الكريم صاحب الجلالة الملك فيصل الثاني عاهل العراق. قطار الديزل الحديث يحمل الركب الملكي إلى ميناء الدمام إلى مسافة 7 أميال داخل مياه الخليج. ومن الشمال يقترب اليخت الأبيض المشرق حاملا معه ملك العراق إلى مكان اجتماع العاهلين. هذه مناسبة سعيدة تصحبها استعدادات رسمية على غاية الأهمية، فحرس الشرف يقف على استعداد بينما يعزف الجنود الأنغام العسكرية إنها موسيقى القرب. المدافع تطلق 21 طلقة تحية للضيف القادم. اليخت الملكي يقترب من رصيف الميناء. الحماس يبدو واضحا على محيا ولي العهد ومحيا أميرين من أبناء جلالة الملك. حانت ساعة اللقاء، لقاء العاهلين الكبيرين الملك سعود ملك المملكة العربية السعودية والملك فيصل الثاني ملك العراق. الملكان يتعانقان. هذا الاستقبال الرائع لملك العراق الذي يزور المملكة العربية السعودية لأول مرة، زيارة أسسها الصداقة والتفاهم التام بين عائلتين ملكيتين، زيارة تعبر عن أماني شعبين عربيين متجاورين. على ظهر اليخت ملكان عربيان كل منهما بحر من الشهامة والتسامح والكرم. هذا القطار يمثل مشروعا صناعيا مهما، لقد وضع الفكرة الأساسية وأخرجها إلى حيز الوجود المغفور له جلالة الملك عبد العزيز بن سعود تغمده الله برحمته ورضوانه. إنه ذكرى حية إلى الأبد لما قام به مؤسس المملكة العربية السعودية الحديثة. في داخل القطار جنبا إلى جنب يجلس الملك سعود وضيفه الملكي من العراق. إنهما يمثلان الوحدة العربية بأجمل معانيها. ها قد وصل القطار إلى محطة الدمام التي هي آخر نقطة في خط سكة الحديد. هذا الخط الذي يتجه من الدمام إلى مدينة الرياض عاصمة البلاد. الجماهير تحيي الملكين الكريمين وتهتف بحياتهما. حرس الشرف يقدم التحية العسكرية. صاحب السمو الملكي الأمير فيصل ولي العهد يرحب بالضيف
السيارات تنقل الملكين العظيمين إلى القصر في الدمام. حينما استقل الملك فيصل اليخت الملكي عائدا إلى البصرة، كانت الأسس قد وضعت لمستقبل طيب مبني على التفاهم والتعاون بين المملكتين العربيتين.